السلام عليكم متابعينا الكرام. الفيديو هيكون بتوقيت مصر باذن الله تعالى او ليبيا، وهو ليبيا طبعا والسودان وبلاد الشام، فلسطين طبعا والاردن وما جانبها. لو عاوز توقيت العراق او مكه او الكويت او قطر او البحرين من فضلك اضف ساعه، يعني لو 5 مساء تبقى 6 مساء. لو عاوز توقيت الامارات او عمان من فضلك اضف ساعتين، يبقى 5 مساء تبقى 7 مساء. لو عاوز توقيت المغرب او تونس او الجزائر من فضلك قلل ساعه، يبقى لو هي 5 مساء تبقى 4 مساء. لو عاوز توقيت جرينتش او موريتانيا او انجلترا من فضلك قلل ساعتين، فهي لو هي 5 مساء تبقى 3 مساء. شكرا لكم على حسن المتابعه ويلا بينا نبدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم متابعي قناه معلومه مفيده. مواعيد مباريات اليوم الاحد 23 فبراير 2020. طبعا انا وضحت المواعيد كامله في اول الفيديو، يعني هوضح دلوقتي ميعاد القاهره فقط، وانت تسيستم نفسك على حسب البلد اللي انت موجود فيها. طيب يا ريت الاشتراك في القناه لو حضرتك اول مره تجينا بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو ولايك متل الفيديو. نبدا بالدوري الانجليزي. عندنا مباراه بين ولفرهامبتون ونورتش سيتي في الاسبوع 27، مباراه ميعاد الساعه 4 عصرا او 4 مساء من توقيت القاهره، هتتذاع على بين سبورت 1 والمعلق والمعلق مين؟ خالد الغول. مباراه مانشستر يونايتد وواتفورد ميعاد الساعه 4 مساء من توقيت القاهره، هتتذاع على بين سبورت 2 والمعلق حفيظ الدراجي. ارسنال هيلعب مع ايفرتون الساعه 6:30 مساء من توقيت القاهره، هتتذاع على بين سبورت 2 والمعلق يوسف سيف. ندخل على الدوري الاسباني. اوساسونا هيلعب مع غرناطه الساعه 1 مساء من توقيت القاهره في الاسبوع 25 من الدوري الاسباني، المباراه تتذاع على قناه بين سبورت 3، ومعلق المباراه احمد فؤاد. الافيس هيلعب مع اتلتيك بلباو الساعه 3 عصرا او 3 مساء من توقيت القاهره، المباراه تتذاع على بين سبورت 3 والمعلق محمد بركات. بلد الوليد هيلعب مع اسبانيول الساعه 5 مساء من توقيت القاهره، هتتذاع على بين سبورت 3، ومعلق المباراه يكون عادل خلو. ختاف هيلعب مع اشبيليه الساعه 7:30 مساء من توقيت القاهره، هتتذاع على بين سبورت 3 والمعلق احمد البلوش. اتلتيك بلباو هيلعب اتلتيك دي ختافي واشبيليه، وهنا اتلتيك بلباو ده كان فوق. اتلتيكو مدريد هيلعب مع فياريال الساعه 10 مساء من توقيت القاهره، هتتذاع على بين سبورت 3 والمعلق خليل البلوش. الدوري الايطالي الاسبوع 25، جنوا هتلعب مع لاتسيو الساعه 1:30 ظهرا او 1:30 مساء من توقيت القاهره، مباراه تتذاع على بين سبورت 4، ومعلق المباراه يكون خالد الحدي. تورينو هيلعب مع بارما الساعة 4 عصرا أو 4 مساء من توقيت القاهرة، والمباراة ستذاع على قناة بين سبورت 7، معلق المباراة يكون سمير اليعقوبي. روما تلعب مع ليتشي الساعة 7 مساء من توقيت القاهرة، المباراة تذاع على بين سبورت 4 والمعلق عامر الخزيري. ندخل على الدوري الألماني. عندنا مباراة بين باير ليفركوزن مع أوكسبورغ في الأسبوع 23، مباراة بعد الساعة 4:30 مساء من توقيت القاهرة، هتتذاع على بين سبورت 5، ومعلق المباراة يكون حسن العيدروس. فولفسبورج هيلعب مع ماينز الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، المباراة ستذاع على بين سبورت 5 والمعلق أحمد المعمري. الدوري الفرنسي، سانت تيان هيلعب مع ريمس في الأسبوع 26 الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة على بين سبورت 6، معلق المباراة يكون نوفل البشي. رين هيلعب مع نيم أولمبيك الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، والمباراة ستذاع على بين سبورت 6 والمعلق مدر اليوسف. باريس سان جيرمان هيلعب مع بوردو الساعة 10 مساء من توقيت القاهرة، المباراة ستذاع على بين سبورت 6، ومعلق المباراة يكون جواد بدة. بالنسبة للدوري البرتغالي، عندنا باكوس فريرا هيلعب مع فاميليكاو الساعة 7 مساء من توقيت القاهرة في الأسبوع 22، والمباراة التانية هتكون بين مورينسي وسانتا كلارا الساعة 7 مساء الساعة 5 مساء من توقيت القاهرة. دي 5 مساء يا جماعة، دي 5 مساء من توقيت القاهرة، ودي برضو 5 مساء من توقيت القاهرة. مباراة سبورتنج لشبونة مع بوافيستا الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، ستذاع على قناة سبورت كلاب 2. سبورتنج براجا يلعب مع فيوتوريا سيوتيبال الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة في الأسبوع 22 من الدوري البرتغالي. وآخر مباراة هي مباراة بورتو مع بورتيمونينسي في الدوري الإيطالي الأسبوع 22 الساعة 10:30 مساء بتوقيت القاهرة، ستذاع على قناة فري سبورت. بالنسبة للدوري التونسي، استكمالا لمباريات الأسبوع 16، سليمان الرياضة يلعب مع البنزرتي الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة و3 مساء، والمباراة التانية هتكون بين حمام الأنف والترجي الرياضي في نفس الميعاد الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة، والمباراة ستذاع على التلفزيون التونسي والمعلق عبد الرحمن العش أو العش مش عارف بالظبط. الملعب التونسي يلعب مع الاتحاد المنستيري الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة في الأسبوع 16، والصفاقسي هيلعب مع شبيبة القيروان الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، والمباراة دي هتذاع على التلفزيون التونسي. الدوري المغربي، سريع وادي زم يلعب مع نادي بركان في الاسبوع 17 من الدوري المغربي الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره، والمباراه ستذاع على
الرياضيه لايف اتش دي اللي هي المغربيه، القناه المغربيه، التلفزيون المغربي. مرات حسينية غدير مع اولمبيك ريبكا الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره في الاسبوع 17، بس بتذاع على قناه اسمها تاما رايت، مش عارف ايه تاما رايت دي بصراحه، اسمها كده يعني. طيب خلينا نشوف بقيه المباريات من موقع اخر. بالنسبه للدوري العراقي عندنا مباراتين، المباراه الاولى بين نفط ميسان واربيل ميعادها الساعه 1:30 مساء بتوقيت القاهره او ظهرا يعني، ومباراه بين الحدود ونفط الجنوب ميعادها الساعه 1:30 مساء ايضا بتوقيت القاهره. للمباراتين في اطار الجوله الثالثه، وفي الغالب هيتذاعوا على التلفزيون العراقي. والموقع انا جايب مباريات ودي، عندنا مباراه بين اوزبكستان وروسيا البيضاء ميعادها الساعه 3 مساء بتوقيت القاهره او 3 عصرا. وعندنا الدوري الممتاز قطاع غزه، عندنا مباراه بين شباب جبلية وشباب رفح الساعة 2:30 مساء بتوقيت القاهرة. خدمات رفح مع اتحاد خان يونس الساعة 2:30 أيضا، خدمات الشاطئ مع غزة الرياضي الساعة 2:30 أيضا مساء بتوقيت القاهرة، كلهم في الأسبوع 20 من دوري الممتاز قطاع غزة. كأس الأمير الكويتي، مباراة بين اليرموك والشباب الساعة 5 مساء وعشر دقائق بتوقيت القاهرة. مباراة هتتلعب على القناة الرياضية الكويتية أو التلفزيون الكويتي، والمعلق عبد الناصر السهلي. وطبعا قلنا المباراة الودية ديت، ومش طبعا مش عارفين هتتذاع امتى. كأس العرب عندنا العراق وموريتانيا ميعادها الساعة 2:30، تونس والكويت 2:30 أيضا مساء بتوقيت القاهرة، والمغرب مع مدغشقر، والبحرين مع جيبوتي. بالنسبة لمباراة العراق هتتذاع على أبو ظبي الرياضية الأولى والمعلق محمد الشمسي، والسعودية الرياضية الثانية والمعلق عبد الله المغربي. بالنسبة لمباراة تونس هتتذاع على أبو الرياضية السعودية الأولى والمعلق يوسف السلطان، أبو ظبي الرياضية الثانية والمعلق حازم عبد السلام. بالنسبة لمباراة المغرب ومدغشقر هتذاع على أبو ظبي الرياضية الثالثة والمعلق محمد حسين، والرياضية السعودية الثالثة والمعلق عبد العزيز السبر. ومباراة البحرين مع جيبوتي آخر مباراة عندنا النهاردة هتتذاع على قناة أبو ظبي الرياضية الرابعة والمحمد المعلق أحمد الحسني، والرياضية السعودية الرابعة والمعلق علي الربيع. متابعينا الكرام، شكرا لكم جزيل الشكر، شكرا على المتابعة. كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، قدمنا لكم مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 فبراير 2020. نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، متنسوش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناة، ونراكم فيديو آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.